بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على حمدك وشكرك وتنزيهك، آمين يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضا. ناخذ الآية التالية. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي ينطق كل شيء وهو خلقكم. هو هذا الشيء جاوبوكم أول مرة، بعد ثاني مرة، لكن ثاني مرة ياش تمخميخ والجنس الحرام والفساد في كل مكان وبالكل الغيوان. لا، قالك قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وعدكم فأنتم هنا راجعين رغم أنكم أجمعين. هند مارغريفو سوري ريسوسيتي مي دون فاسون كاتاستروفيك، نسأل الله السلامة.